الأخ عبد الكريم من الجزيرة بيسأل، بيقول دخل إلى المسجد في صلاة العصر والإمام كان فايته بركعة، ولكن بعد انتهاء الصلاة قضى ركعتين. نعم عليه، نسي أنه فاته ركعة. نعم، نقول عليه سجود سهو مكان الزيادة، عليه سجود سهو مكان الزيادة زاد فيها ركعة. نعم، فعليه سجود للسهو. الإنسان إذا زاد في صلاته أو نقص منها فعليه السجود إما قبل وإما بعد. العلماء عليهم رحمة الله تعالى، نجمل ثلاثة أقوال العلماء عليهم رحمة الله تعالى في السجود السهو. نعم، سواء كان في زيادة أو النقص. من العلماء من قال أن الإنسان يسجد مطلقا قبل السلام. نعم، قبل السلام، وهم الشافعية عليهم رحمة الله تعالى، سواء زاد في صلاته أو نقص فيها. من العلماء كل سجود سهو قبل السلام. أي نعم، كله. نعم، قبل السلام عند الشافعية. من العلماء من قال أنه يسجد بعد السلام مطلقا زاد أو نقص، وهم علماء الأحناف عليهم رحمة الله تعالى. ومن العلماء من فرق بين الزيادة والنقص، وجعل في الزيادة السجود بعد السلام، ومن في النقص السجود قبل السلام، وهم علماء المالكية عليهم رحمة الله تعالى. في قول رابع للحنابلة عليهم رحمة الله تعالى، هو قول الإمام أحمد أن يتتبع الإنسان المواطن التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعل كما فعل، نسي التشهد الأوسط يأتي بالتشهد ثم يسجد بعد السلام، وهكذا فيها تتبع. الراجح أنه كل فعل في السجود يصح، سواء كان قبل أو بعد. نعم، سجد قبل أو بعد تصح الصلاة. نسي السجود فإن الصلاة تصح، فنقول أن الصلاة إذا صلى خمس ونسي أن يسجد سجود السهو فإن الصلاة صحيح، ليس عليه شيء. نعم، لكن كان ينبغي عليه أن يسجد. المدة الزمنية المقدرة الآن، يقول لك لو المدة طالت، هذه المدة طالت عرفا، يعني تارك المكان خرج إلى خارج المسجد، إذا خرج خارج المسجد. نعم، إذا انصرف، يعني طول المدة يقيد بأن الإنسان قام من مقامه ثم انصرف. نعم، لكن ويحدد أو يقيد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ذو اليدين الذي جاء في صحيح مسلم. نعم، قال فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كالمغضب عليه. نعم، قال ثم في رواية الحديث قال فخرج سرعان الناس، يعني في ناس مشت، الناس نعم الناس اللي بتسبح سريعة وتمشي، فخرج سرعان الناس. قال فإذا برجل في يديه طول، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ كل هذا الحوار الآن. نعم، كان كله بعد، قال كل ذلك طالت. نعم، كل ذلك لم يحدث. قال ثم قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فقام فجاء بركعتين ثم سجد بعدها. نعم، بعد السلام سجدتين. إذن هنا في هذا الشاهد أن المدة كانت هناك مدة، كانت مدة. نعم، فطالت أم قصر، لكن الانصراف الذي يكون من الصلاة هو الذي يعد الإنسان فارق مجلسه. نعم، فيعد. نعم، كرمك الله شيخ الكريم.